حاجه جميله الدكتور فادي بيجلس معانا دي في الفيديو هيعمل شورت برزنتيشن بعد اي محاضره عن الحالات اللي احنا بنشتغلها في الوقت وبعد كده اللايف شيرنج هيبقى من 10 ل 3 بعد كده من 3 كل يوم احنا عددنا 60 تقريبا كل يوم يبقى 15 يروحوا هاندز اون تريننج في الانيمال ريسيرش لاب ويبقوا معاك الدكتور هشام والدكتور خالدي والدكتور احمد جلال والدكتور رشيد هنعمل مين ايه؟ العمليات الرخمة. وان باكج كده اللي هي بدل ما تجيب انستراكشن مع اوجمنتيشن مينينج سيستم تيست وهنعمل كونتنت اوت اللي هي من صوره تكنيك وكونتنت كاركترايزر هنعملها دي في التوكس احنا الموديل اللي احنا هنستخدمه ولان ما بنسيبش فيسيلتي عندنا امكانيات كويسه وهيبقى صعب ان كل واحد هيعمل جزء. طب دي حاجه، الحاجه الثانيه احنا دايما من فتره من 3 ل 6 ممكن مجموعه هتكون في الانيمال لاب والباقي هيكون حول الساعه 3. طيب احنا بنقترح عليكم ان ممكن لو تحبوا اتس فيري فلكسبل احنا اهم حاجه الماكسيموم بينفيت فور يوز ممكن نخلي المجموعه اللي هي 45 اللي ما عندهمش لازم نخلي الساعه 3 و4 بعد اللايف شيرنج ممكن يبقى في كيس برزنتيشن ديسكشن من ديفرنت كيسز في فتره من 3 ل 4 وي كان ادد هنخليهم جاي في الوقت ده دي اللي فيه قهوه وهيبقى فيها كوتشات ومتشايز في الوقت اللانش عادة بيجي على الساعة 2 وهيجي على هنا بيبقى دليفري انا اوت سايد باكجز قبل ما نبتدي في حد فيكم عنده اي اسئله اي حاجه عاوز يعرفها في دي في ديز للكورس بعد ما نخلص هتقدروا تاخدوا دي في ديز فيها العمليات في العمل وفيها اي حاجه ثانيه في شانل كمان والباشمهندس عمرو هيديكم اللينك بتاعت الشانل بتاع المركز على اليوتيوب هتلاقي عليها العمليات اللي بتعمل في الكورس ده وكل العمليات اللي اتعملت في الكورسات اللي قبل احنا هنبتدي معلش بننزل النهارده اللايف سيرش بطريقه مختلفه شويه، احنا مشكله في الصوت حصلت في الاول بتعمل حاجه مختلفه عن كل مره. احنا العمليات الرئيسيه فوق العرض. اللي هي مين فوق؟ قدر في الروم اللي فوق العرض. وفي كونكتد باي كيبل. احنا بنعمل حاجه مختلفه شويه. احنا بننزل من عمليات الاطفال، عمليات الاطفال عندنا تعرف عليها حوالي 60 متر تقريبا. فيش اللي هو مين فواخدين برود باند على الانترنت فديش تدريس كورس فور ترانسميشن فور ذا ميديا تكنولوجي دايما اول يوم بدا الباشمهندس انور يعني بيتقال كل يوم تلاقي مشكله في الصوت مش عارف ايه ده لازم اول يوم تلاقي كورس عملناه في يوم المركز فاعذرونا اول حاجه اول محاضره النهارده احنا كل يوم في محاضره من 9 ل 10 المحاضره النهارده عن مانجمنت اوف بروسيدر بير كونسبتس فور دايجنوسيس اند مانجمنت استاذنا الدكتور محمد الوارد اتفضل approaches like Moses and how to manage it.
and stations. Hi. It is the forward substance to serve a brain-like structure located نشوف اللي هو بعض الروجيكال بروجينز في الفروزس
together very clearly rather given the results. The criteria of the ultrasound that may use the diagnosis of the experience of that starts from the sign, which is called the keyhole sign, dilatation of the bladder, okay? And even dilatation of the posterior disrupt with the area of the bladder. And some cardiologists can show the sign of the bladder itself. So the keyhole sign is the proper sign for the true sign for the diagnosis and the the dilated urethras. Here, the dilatation part of the urethra which is dilated, and this is the bladder, and the bladder neck and posterior urethra. Also, the antenatal ultrasound may give us some information about the dilated okay, it's by the dilated process. But we can be sure that it's a posterior sarcoma. The most frequent is the pelvic retro obstruction or the bigger one. But the bilateral process for the bladder is a very nice to the bigger one. So that's the last point. Antenatal diagnosis of posterior sarcoma. Way of the world of the
بتاعته لان مرضي كوريال ديزيز. احنا بنشخص ليه الاستروس فراكتر استفيد ايه؟ شخصت قبل الاسبوع ال 24 استفيد منه ايه؟ شخصت بعد الاسبوع ال 24 استفيد منه ايه؟ علشان انت اتدخل ازاي اتدخل؟ يعني ممكن تلاقي انا راجل صاحب عياده في عياده الكورولوجي وعندي واحده في عياده انت معاها الترا ساوند وبروتين الترا ساوند. ده يقول لي هعمل ايه؟ او السؤال بتاع الاستاذ بشكل كبير هنعمل ايه؟ فده بيعتمد على الكريتيريا اللي ويعتمد على حاجات ثانيه بتقولها دلوقتي. هو الغرض ايه من الفاتي ديتا دايجنوستكس؟ ان انا احسن الضمن والفانكشن اللي احنا دلوقتي فعلا 60% و 65% what's a good view comes from the fetal or fetal yogurt. Okay. And this amniotic fluid is the main promoter for development of the kids. فانا عشان احافظ على الضمن والفانكشن اشخص كانديديتال كويس محتاج ادرس ممكن ادخل الانديكيشن بقى بتاع الانترفينشن في حاجات ممكن زمان 15 20 سنه كان بيقولوا الانتي انترفينشن فقط اللي هو البريشس بيبي طفل وحيد جه وام فوق سن الاربعين مفيش تاني احتمال ان هي بريجنن فده بريشس بيبي هي عاوزه كده. لان الانسلنس موربيليتي ايفن موربيليتي عشان نظر كانت عاليه جدا حوالي 20 سنه. الراجل بيكون اسرع مع لوجيكال ديفلوبمنت وبيولوجي وكده. فعندي الانديكيشن دلوقتي الوحيد اللي هو السبير السبير ده لازم تتدخل. التدخل بيعتمد على حاجات لو الدايكنوز دوت ضغط بعد اسبوع انا اعمل ايرلي ديليفري احط الطفل في الانكوبيتور واعمل ترانسفيرس في الانكوبيتور الامثل او اي حاجه ثانيه زي ما هنقول في البوست نيتر دلوقتي خلاص ده ايزي يبقى ايرلي ديليفري وكده ده فلوس وصرت ريتش ريجستريشن. لو بعد الاسبوع 28 اسبوع 28 اسبوع 30 ده اعمل بلادر انكوبيشن بعمل تيوب ما بين البلادر وما بين الانكوبيتور ودي سهل انها تتعمل
Conceptuais possíveis da própria produção, de prada, competentes, pequenas, mas que chuva, de congestivo, de dar alguns trocados com a esventa, e há muitas pradas da produção, mas chuva, de dolar, na boa, de boi, de partido, 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 de more effects on the world system.
ده البيربر ابليكيشن هو ده الكورنر ستون كليتمنت ماشي. وقلنا احيانا بيبقى مش متاح وده مش عيب. وده الاوبشن الثاني رايان فرانس بيسكر بيج او زي كوستمنت الحالات الديفيكال بيج باي فوكس. ده حاجه صغيره نشوف ازاي احنا بنعمل ده. ليش عم نعمل سيت سيشن؟ ده
presence and absence of reflex. في بعض العيانين بيعتبر عندهم مشكلة في الصعب، في بعض العيانين عندهم مشكلة في الباكو بلغرس الهرمون ده مشكلة كبيرة، لأن لو تراكم عند 25% من العيانين محتاجين كبير يتطور محتاج ترانسبلانتيشن، صعب نعمل ترانسبلانتيشن على الصعب ازاي؟ لو كانت المشكلة تانية كتير من الاختلاف كتير من الاختلاف فلازم نعمل بلاطة ريدنتيكيشن على جنب المكان نبص على الريسك كده. برضه في بعض الحالات كتيرة جدا بيحصل سيستم غير الريفلوكوزس سبايك بتخلي التدريب يتغير او هيشتغل الكروس لاي اللي هو بروجريسيف ريجوليشن او سيبيلا فانكشن كيفيكال ده تقريبا في اندر لاين كوز نشوف واحده واحده اللي هو السيرة الرياتري لو هو بيز اي زيرو في الجامعه ستايل اوتوماتيك ستريتش ولا كيس ما عندي مثال حال او ولا زيرو عمال وورك كونديشن ومع ذلك السيرو الجامعه عالي شبه مع ده كان فايف مارس اول شايل بريزنت بس يعني هو كان ده المستقبل بروفيشنال مش هسوق الجاي لنا بس سيستم Thank you.
شد درس خلاص ده كله بناتهم عشان يرجع الوقت تاني بشكل وبنفس الوقت عشان اشخص حاجات تانية البعد الاقتصادي ما فيهاش كتير كبير وفاعل فإما الكريات اللي يرجع للنورما قريب من النورما يكمل بدل العيش بتاعي أو يبقى تصير الكريات اللي سبند كده فأعمل صورة مزايكة في العيش. في ناس قالت لك إن في عندي دلوقتي استراكشر في البلاطة كامل يعني عندي استراكشر في البلاطة أنا عندكم في بدل العيش. لا بقول لك في استراكشر في البلاطة مش استراكشر هو زيادة في البريشر بتاع البلاطة دي حاجة يبقى هيبقى باص الاستراكشر بتاع البلاطة. الحاجة الثانية حافظ على البلاطة بتتسيف علشان ما يحصلش نور ديفليشن نور ديفليشن أقلل من سكاسة تعويضة السكوشة لأن أنا هزود الفريلج. طيب عند ده نوعي نقطة بس الوقت لو في ناس ضد الكلام ده تبقى الصفر بس ما تقدرش أنا أعمل بروب روستومي أو بيروستومي زي ما أنا شفت أو بيروتينس بيروتينس خلاص بلاش منها مش هندفع عليها كلها كلنا علشان ما نقدرش نعمل حل كويس والبروستو حل كويس عندس بيكون في ايه استراكشن تاني او سمير تاني او حاجه كده لكن انا بضغط الغلط لان الغلط بتاع البيج اللي بنوا انا عملت بوزايكوستومي انا عملت ده انا مقصوده انا عملت بوزايكوستومي وانا عشان اتاكد برضه لما اخد قرار بوزايكوستومي انا عملت بدل مش خلاص والكريات المعادي عشان اخد قرار بزي البوست بحط يوريسرا بلاستر شويه واشوف يحصل جروب من المعادي ما حصلش جروب من يوريسرا كريستاليزيشن مفيش فايده وهم قالوا ان لسه في هيدرولوك كنترولز فاعمل سوبر فيزيكال دايفرجن اوكي فالدايفرجن ده قلنا بيأثر على البلادر الفورمنت اللي كانت البلادر جروس او مش جروس اللارجمنت بيعتمد على اللي هو الريسايكلينج اول حاجه قال لك اكشوالي ان مفيش بازايكا ستراكشر ده هو انكريز البريشر جوه البلاطه. الحاجه الثانيه انه بيأثر على البلاطه فانكشن جدا ده بوينت فقط ما في ولا بيصلح الساستين او سسبند السيرم كريات من سبايك بلاطه بريشر سنسفاكتوري اكتر سامي بوز بريشر. النقطه الثانيه الفوق اوف ممكن الاقي ان عندي في جود جورنت او جود وفي جود مانجمنت وعندي برضه ريفيل سيرم كده ففي ريليشن يورينال تراكت انفكشن طبعا لان انا عندي الكبن برينكس نفسها بتبقى مش نسبة عاليه جدا دي اللي بتاثر بقى في الانفكشن مايلد انفكشن ممكن يرفع الكريات لاعلى كمان مش يعلى النسبه اللي هي يرفع الكريات فيؤدوا كريات انفكشن لما تاخد القرار دي بوينت مهمة جدا لكن المود ويف النقطه
اوكي؟ فما فيش مشكله في الجوز ما فيش مشكله، لكن هي المشكله اللي هو اتصنع ده ما نعرفش ما نعرفش. هي القشره اللي فرصه مش مبشره. مبشره ان انت تقدرش تجيب نتيجه عنها. نبدا في الموضوع في الكنيزم ما ديفينيشن وبوف الكنيزم معناها ان اي تنفيذ للكتف هو كده بالعربي تنفيذ للكتف علشان تساعد على الجروس بتاعها علشان تساعد على او تمنع الزاستر الانفكس بتاعتها. فعندي انواع بقى في الفيرت سندروم. الفيرت سندروم اللي هو ايه؟ اوستيروس بربان وز ريفلكس اند ريفلكس بليزم. الريفلكس ناحيه الاوستيروس بليزم فانا بعتبرها مرض كامل. بتنفس فيها بريشر فبحافظ على الكدمه الوحيده اللي موجوده بتموت الجروس بربان كل عيانين الاوستيروس بربان. ده بوب اوف. الاسايتس نفسها زي ما اتفقنا الورينال اسايتس دي كويسه جدا. هي اليورونوما ده بوب اوف ميكانيزمز لكن هي ديزاستر هي بحد ذاتها دامجر للجلد نفسها. لان اتفقنا ان فيها رابشر للجلد لازم تتعامل معاها بسرعه. علاج الاسايتس والجيو بعد كده هو انك تروح تسكر تست. كان في زمان كلام عن الروستومي كان في زمان عن البي سي ان هو الويسكر تست كان فين؟ ستيج جاست انك تحط الويسكر تست تعمل حتى سواء بعد 24 ساعه تحتاج كمان اليورونوما وتبص تلاقي ان الورينال سايتس بيسموها مارك انجلش. هناخد برضه جيسي بوينت ده ويت جاي كمان كلية العمليات دايجنوز جاتالي طبعا لازم ماشيين كوم يعني كان شخص بقى كريات اللي ده عالي بالنسبة له ال12 طيب كريات اللي بتوع مش بتاع معدل الترا ساوند مودريت مارك باد بريشر كان باد بريشر اكتر على الرايت سايد مش اكتر على الليفت سايد بوينتنج سيستم اسمه اه الليفت سايد الجنس بتاعها عاليه عاليه كلها فيها اوبراكس في سام سورت اوف بريشر مفيش اوبراكس على الرايت سايد والليفت سايد العيان ده حصل مشكلة إن بعد ما عملنا بلد أبليشن ده المنظر بتاعه اللي عملنا السيرفر
قوي من سيستم الاستقرار اللي هي دي في فايل ريفلكس على الويب سايت. لان احنا قلنا لو كان مربوط بتاع السيستم ده بس كده من
very good club, much more better than using the Destiny. ولابد ان انا اطمن على الوضع
have brief conclusion relative or in this plan in a very person of the media have to be good prognosis in good prognosis bad prognosis in fact was a very young age and to make it a moment of the score and the chance to achieve a big collateral difference especially if there is resistant infection not responding to the treatment لو في انكريز للكوجينيسي دي وفي في لوس اوف دي بروتيكو مطالب بالديفرنشيشن وفي حالات الكونتنس ده بيرجع نور من لوس كومبات ولوس في عندي انا احتماليه سبان الفضل تختلف انجري او الماك اوف انتجريتي وزيرين سيستم باري لوس باور في سبيكتر كرياتين الروزا فور زان مان من اللي راح تقول مزيدش لو مفيش بوك اوف Thank you.